النهارده طبعا حفل النجم الكبير حماقي في موسم الماسة الموسم الثاني، وعودة الحفلة بالجماهير يعني شيء مختلف طبعا بعد كورونا وناس كنت وحشها. اولا انا مبسوط ان انا معاكم وان انتوا كنتوا معانا النهارده في الحفله، ودي حاجه الحقيقه بتسعدنا دايما ان انتوا تكونوا دايما جنبنا وبتنقلونا كويس للجمهور وللناس. طبعا فرق كبير قوي الحفله بجمهور عن حفله من غير جمهور. انا دايما الحفلات الاونلاين اللي كانت بتتعمل في كورونا الوضع مختلف بقى. اي بالظبط كده، انا بقول دايما الفرق بين الحفله بجمهور والحفله من غير جمهور زي الفرق بين الحفله والبروفا. يعني احنا لما بنغني من غير جمهور احنا ما بنحسش ان احنا بنتفاعل، يعني الجمهور بيحركنا الحقيقه. بيرفورمانس مع جمهور غير خالص لما يبقاش فيه، بالظبط عامله زي البروفا، كاننا بنعمل بروفا مش بنعمل حفل. سعيد جدا جدا بالحفله، سعيد جدا جدا بموسم الماسة. مبسوط ان احنا بقى عندنا موسم حفلات بتاعنا. ستيج النهارده كمان كان شكله مميز قوي. الحمد لله، بس انا قصدي انه احنا عندنا سيزن بتاعنا وسيزن مهم كل الناس تتمنى تغني فيه، وده من زمان قوي انا كان نفسي يحصل. في مهرجانات كتير في دول كتير مهمه، احنا طول الوقت بقول احنا اكتر ناس لازم يكون عندنا مهرجان مهم. موسم الصيف في الماسة انا اظن في السنين اللي جايه ان شاء الله هيكون هدف لكل مطربين الوطن العربي. حماقي دايما من البدايه من اول بتضحك، ويعني احلى حاجه فيكي دايما عندك شيء جديد في المزيكا مختلف، حته بتاعتك لوحدك. كل البوم بتاكد على الموضوع ده، وكل البوم بيكون ليك نقله نوعيه في المزيكا مختلفه عن اللي قبلها. النهارده شايفين تك، وشايفين مين زيها، وشايفين اغنيه كده كل اسبوع. شكل الاغاني اللي بينزل اغنيه اغنيه ده الناس بتبقى قاعده ومستنيه، ويمكن حتى الأغنية اسم الهيد بتاع الشريط لو يا فاتني مشوق الناس مش عارفة ايه الموضوع. هو الحقيقة ده موديل جديد، يعني ما كانتش دي الطريقة زمان. يعني زمان كان ألبوم بينزل مع بعضه مرة واحدة، بوستر وألبوم على سي دي، والناس بتروح تشتري السي دي وتسمعه. بعد ما الدنيا اتنقلت شوية واتغيرت وبقت ديجيتال أكتر من الفيزيكال، ما بقاش ليه دور قوي، والموضوع قلب ديجيتال شوية، كله على البلاتفورمز، على زي مش عايز بس اقول اسامي، لكن كله بقى دلوقتي ديجيتال. بقى في سهوله فكره ان الاغاني تنزل ورا بعض. زمان ما كانش ينفع تنزل كل شويه اغنيه على سيديهية وبعدين اغنيه على سيديهية، ما كانش هيحصل. فدلوقتي بقت اسهل. انا ما كنتش قوي مع موديل السنجلز ان الالبوم ينزل اغاني ورا بعض، كنت بحس انه البوم سمع البوم على بعضه، خصوصا ان الناس بتقعد مستنيه البوم حماقي شويه. انا بس الفكره انه السنه دي انا ما لحقتش اخلص الالبوم كله في الوقت اللي انا عايز انزل فيه، فقلت طيب بدل ما الصيف يعدي وننزل الالبوم بعد الصيف، طب احنا نقدر ننزل اغنيه اغنيه لغايه ما الالبوم يكمل وننزل ينزل الالبوم كله كامل. فده خلاص قرب يحصل، يعني احنا خلاص في المراحل الاخيره لتقفيل الالبوم، يمكن يكون في اغنيه كمان تنزل قبل الالبوم وبعدين باقي الالبوم كله ان شاء الله. ابتديت بمين زيها، والاغنيه زيها مين لحد النهارده ترندنج على تيك توك. كنت متوقع النجاح الكبير ده وعليه ابتديت بيها؟ بصي اقول لك الحقيقه، انا ما بتوقعش، يعني انا ما بحبش فكره التوقع. انا بشتغل على اني اعمل حاجه اكون انا مقتنع بيها وحاسس انها تعجب الناس، وبسيب الحته دي بعد ربنا سبحانه وتعالى. الاغنيه اللي تعجب الناس دي مش بتاعتي انا. من بعد ما خرج الاغنيه من عندي ما بفكرش، يعني بدا ان الاغنيه تعجب الناس، واتمنى دايما ان ذوقي يكون على ذوق الناس. سكه ما بلاش، ويعني انا بشوف انه لو هتسيب قريبه ومن نفس سكه الناس متعلقه بالشكل ده جدا. شفت النهارده تفاعل الناس الكبير مع ما بلاش، ما شاء الله يعني ما بتبطلش، ومع يعني لو هتسيب كمان ما بيبطلش، الناس بتفضل شايفه اللون ده على طول مع حماقي. انت بتحس بالاغاني دي قوي، وخصوصا المره دي انت منزلها رسوم متحركه مش كليب زي ما بلاش. انا الحقيقه بحب النوع ده من الغنى، يعني بحب النوع اللي فيه احساس، يعني الاغاني اللي فيها مشاعر. واحنا كشعب عربي عموما مش بس المصريين، احنا شعب عاطفي جدا، مشاعره سابقه دايما. فيمكن تاثير النوع ده من الاغاني في الناس بيكون اكبر من الانواع الثانيه يعني. وده نوع انا بحب اسمعه من قبل ما اغني، يعني من وانا صغير بحب الشكل ده من الغنى. فالحمد لله يمكن اغنيه لو هتسيب عجبت الناس قوي وعامله صدى كويس معاهم. والنهارده الحقيقه اتفاجئت كمان في الحفله ان هم بيغنوها كلمه بكلمه حافظينها. الناس حافظه كل الاغاني حتى الاغاني القديمه جدا.
الناس لسه لحد النهارده شفت في الحفله الناس كلها متفاعله. احلى حاجه فيكي شفت الناس يعني كانت متفاعله بشكل كبير جدا مع الاغنيه. اه الحمد لله. بس هو طبعا كمان اللي بيبسطنا ان الاغنيه ما تكونش بقالها كتير نازله وتكون اتحفظت وتكون دخلت في قلب الناس يعني. ده حصل النهارده في لوحه سيب. النوع ده انا بحبه زي ما قلت لك ويمكن الالبوم المره دي كمان فيه دوز عالي شويه من النوع ده من الاغاني. يمكن اللي نزلت واحده بس لوحه سيب، لكن الشكل ده في منه تاني اكتر من يمكن 3-4 اغاني كمان. امير تعيمه برضه، امير تعيمه في لو هتسيب هي تامر حسين. امير تعيمه عامل عايزك تسمعني، لا بكلم على النوع اللي زي لو هتسيب، النوع اللي فيه مشاعر يعني. عامل اغنيه اسمها بالفارق، وعامل اغنيه اسمها عايزك تسمعني. وفي تامر حسين عامل حاجات تاني كمان، عامل أغنية اسمها مش عايز أقول كل الأغاني يعني لسه، بس عامل أغنيتين كمان تامر حسين من نفس النوع. وفي محمد عاطف عامل أغنية اسمها ولا ليلة من لياليك. لا في الطعم ده أو الجونرا دي النوع ده، لا في منه دوز عالي في الألبوم اللي جاي. عايزني يا الشكل ده من المزيكا والشكل ده من الكلام الناس دايما مستنياه من حماقي. زي ما بقول لك من بعد ما بلاش والناس يعني بتحب اللون ده وعليه لو هتسيب الناس حافظاها والناس متفاعله معاها جدا من ساعه ما نزلت. طب عايز اسالك عن التمثيل شويه، نسمع انه انت داخل فيلم، انت داخل مسلسل، وبعدين نلاقيه مشروع ما اكتملش. انت مركز في الغنى ولا الموضوع ايه؟ انا اكيد مركز في الغنى لانه انا في الاساس مغني مش ممثل، ولكن عمري ما اهملت الفكره دي يعني. طول الوقت انا عايز اعمل سينما وانا بحب السينما جدا الحقيقه وبحترم السينما جدا، فانا عايز اعمل فيلم يعني مش لمجرد دخولي للسينما، اللي هو مش عايز اعمل حاجه كليشيه اللي هو تيمة صعود لمطرب ويغني. مش عايز استخدم السينما لخدمه المغني، عايز اعمل سينما كسينما. فمؤخرا الحمد لله عندنا فيلم كويس قوي، انا الحقيقه مبسوط بيه ومبسوط بالفكره، وحاسس ان هو ده اللي انا كنت قاعد مستنيه يعني. ان شاء الله هنعلن عن تفاصيله قريب، لانه بعد الالبوم ما ينزل يكمل يعني ان شاء الله هنبدا تحضير التصوير، والتصوير ممكن يكون في خلال السنه دي ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. ثانك يو، ربنا يخليك. انا مبروك الالبوم. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. شكرا. ثانك يو.